مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. الحكومة ولدت حقا ولدت، فهل يكون اللبنانيون شهودا على نجاحها؟ رئيس الحكومة منب عبدة، الوقت الآن للعمل لا الجدل. الرئيس عون، الحكومة أفضل الممكن وسنخرج من الهوة. الوزراء الجدد، سير ذاتية مشجعة والعين على الإنجاز. بالتزامن مع صدور المراسيم، انخفاض سريع لسعر صرف الدولار. الثامنة إلا ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ومن ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب، وعبر حساباتنا على مواقع التواصل تويتر، فيسبوك وإنستغرام. الحكومة ولدت حقا ولدت، فهل يكون اللبنانيون في الأشهر المقبلة شهودا على نجاحها؟ الجواب رهن الإنجازات لا الكلمات، التي اعتاد الناس على سماع الكثير منها من دون أي ترجمة على الأرض. الحكومة ولدت حقا ولدت، بعد 13 شهرا بالتمام والكمال على استقالة حكومة الرئيس حسان الدياب التي تلاها إجهاض تكليف السفير مصطفى أديب، فالأشهر التسعة تقريبا التي أضاعها تكليف الرئيس سعد الحريري على اللبنانيين، ما عمق الأزمة وصعب الحلول. الحكومة ولدت حقا ولدت، بعد 45 يوما على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، وبفعل مشاورات مكثفة مباشرة وغير مباشرة تعاقب عليها أكثر من وسيط داخلي ومحفز خارجي. وإذا الصفحة الجديدة التي فتحت اليوم على المستوى الوطني والتي يؤمل معها أن تتحول الأزمة إلى فرصة، يمكن التوقف عند الملاحظات الآتية. أولا، احترمت عملية تشكيل الحكومة الجديدة الأصول الدستورية والميثاقية ووحدة المعايير من خلال التوازن الموجود في وزاراتها، وعبر الشراكة والاتفاق الكاملين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ثانيا، مهما زعم البعض أو حاول أن يسوق، لا ثلاث ثمانات أو مثالثة مبطنة في الحكومة الوليدة، ولا فرض لأعراف جديدة من خارج الميثاق والدستور. ثالثا، الأولوية الآن هي للعمل وللإصلاح، بدءا بالتدقيق الجنائي ولبرنامج التعافي المالي لوقف الانهيار وبدء النهوض. وفي وقت قوبلت عملية التأليف بترحيب خارجي واسع في موازاة مواقف إيجابية صادقة أو خبيثة لبعض أفرقاء الداخل، ووسط تريث آخرين، تشير معلومات الأوتيفي إلى أن التيار الوطني الحر مرتاح جدا للتأليف ولشكل الحكومة، بعدما لعب دورا إيجابيا كبيرا تسهيلا لولادتها، وساهم في إحباط كل محاولات عرقلتها. أما بالنسبة إلى منحها الثقة، فتشير المعلومات إلى أن التيار سينتظر برنامج عملها على أن يجري الحوار المطلوب مع رئيس الحكومة لاتخاذ القرار. وفي كل الأحوال، سيكون للتيار دور كبير في مساعدة الحكومة على الإصلاح إذا أقدمت، وفي معارضتها إذا أحجمت. إذن بعد سنة وشهر بات للبنان حكومة، مفاتيح عملها هي التالية: الإنقاذ والإصلاح، العلاقات مع المحيط ومن ضمنه سوريا والانتخابات. كل التفاصيل في تقرير للزميلة نانسي صعب.
45 يوما من التكليف انتهت حكومة للبنان بعد سنة وشهر في ظل حكومة تصريف أعمال لم تجتمع استثنائيا ولو لمرة واحدة في أزمة أكثر من استثنائية، وتخللها تكليف أضاع 9 أشهر من فرص الحل. ساعات الليل حسمت القليل مما بقي عالقا ليفتتح يوم التشكيل على تسمية رئيس الجمهورية لوزير سني هو أمين سلام في وزارة الاقتصاد، في مقابل تسمية مقاتل وزير مسيحي هو جورج كلاس في وزارة الشباب والرياضة، فيما خرج اسماء وليد نصار للسياحة ونجلة رياشي لشؤون التنمية الإدارية بالتوافق بين الرئيس عون وميقاتي. أنهى ميقاتي صلاة الظهر وتوجه إلى بعبدة لعقد لقاء طلب موعده خلال اتصال أجاه برئيس الجمهورية لينقلب المشهد اللبناني بأقل من ساعة، ولينقلب موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شهد مراسم توقيع المرسوم خلال لقاء الثلاثي من لم يبق إلا الدعاء إلى حي على الخير. من هم رايح حي على خير. نعم، 24 وزيرا وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مرسوم تشكيل حكومتهم. في تشكيل الحكومة أكثر من نقطة يمكن التوقف عندها في تصريح ميقاتي، في الثلث المعطل لا ثلث ولا ثلثان ولا 3/8، وإن استدرك قائلا إن الثلثين سيعملان معه، وإن كرر أكثر من مرة إنما شكل ليس حكومة بل فريق عمل، لكن ما يتقاطع مع معلومات الأو تي في أن التفاهم الحكومي الذي أدى إلى الانفراج لم ينطلق من مبدأ 3/8، أما الثقة فعند الرئيس عون. بكفينا جدل تلت وتلتين وتلت تلتات وثمان ثمانات، رجاء سياسة خلوها شوي على جنب، نحن بدنا نشتغل وبدنا نشتغل ورشة عمل حتكون لنشتغل لحتى نأمن الحد الأدنى المطلوب للناس. هيدا هو المطلوب اليوم. انا باكد لك، مني حاحكي بتلت وغير تلت، بس باكد لك انه انا رئيس وزارة عندي معي التلتين اللي بيساعدوني لحتى ابني لبنان وعيد نقطته الموجوده، معي التلتين من البنائين ومن المستعدين ان يساهموا في اعاده نهضه لبنان. هيدي كوني اكيد فيها. كلمه تلت معطل، رجاء ما بدنا حدا يعطل، واللي بده يعطل الله معه يطلع برا، واللي بده يعطل هو حيحمل مسؤولية عمله. في رفع الدعم أول استحقاقات الحكومة، كان ميقاتي واضحا على أبواب أيام من رفع الدعم النهائي عن المحروقات. نحن اليوم فيتين على الآخر، منشفين، من فين نجيب دولار ندعم؟ نحن منشفين، ما رغبتنا نرفع الدعم، بس ما في مصاري لحتى نقدر ندعم. هيدي النقطة مش رغبة عنا، بس ما بقى في عنا أي احتياطات أو أموال لحتى نقدر نساعد، فبالتالي بدنا كلياتنا نتحمل. اليوم أنا حأعطيك مثل صغير، كأنت بطيارة والطيارة عم تعمل هبوط اضطراري سريع، نحن هيدا اللي فيه. نحن كل شيء بنطلب من هالركاب ومن المواطنين اللبنانيين يشدوا الأحزمة لنرجع نطلع بسرعة. في شد أحزمة على الكل، مني وجر، في شد أحزمة على كل الناس، لأنه نحن بوقت صعب يا جماعة. هالناس وهالمواطنين لازم يعرفوا نحن أوقاتنا مش وقت ترفيه ولا وقت ازدهار. إن شاء الله بس قريبا نرجع منغير مسار هذه الطائرة. والأهم هو في البعد الاستراتيجي لعمل الحكومة، فميقاتي الذي تحدث عن التواصل مع المؤسسات الدولية والدول العربية لم يستثني سوريا بعدما فككت حكومة دياب لغمها على وقع التحول الأمريكي. هل وصل من قطع مع الدول العربية يتضمن سوريا؟ وماذا عن العروض؟ نتعامل مع أي كان، نتعامل، هذه الحكومة هي لمصلحة لبنان، نتعامل مع أي كان سوى إسرائيل طبعا، لمصلحة أتعامل معها ومد يدي لها من أجل لبنان ومن أجل المصلحة اللبنانية. أجاب ميقاتي عن سوريا ولم يستطرد لا سؤالا ولا جوابا، حدد مفاتيح حكومته التي تعهد بأنها ستجري الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية وإن كان ترشحه إلى الانتخابات متروكا لوقته، التفاوض مع المؤسسات الدولية، بدء الإصلاحات من رفع الدعم، استعادة العلاقات مع الدول العربية ومن ضمنها سوريا والانتخابات. الأكيد أن حكومة ميقاتي لا تملك حلولا سحرية، والأكيد أيضا أنها ستبقى تحت رقابة اللبنانيين، والأكيد أيضا وأيضا أنها شقت طريقها في مسار إقليمي ودولي متحول سريع. وبانتظار أجوبة كل الأسئلة المحيطة بها، فإن انطلاقة الحكومة الرسمية ستكون في أول جلسة لها الاثنين عند الساعة 11 لتشكيل وفد صياغة البيان الوزاري بعد الصورة التذكارية. سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة نفى فيها حصوله على الثلث المعطل، مؤكدا أنه أخذ ما يجب أن يأخذه بعد الحرب السياسية التي تعرض لها.
بعد سنة وشهر ترك فيها البلد لغياب حكومة تصريف الأعمال عن الأزمة الاستثنائية حتى، ولصبيانية سياسية حكمت إفشال تكليف أول وتمسكا بفشل تكليف ثان قبل أن ينقلب التكليف الثالث على سابقيه وينجح بالتشكيل. إلى مهام الحكومة الجديدة واستحقاقاتها تطرق رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في دردشة مع الصحفيين. اعتبر أن الحكومة هي أحسن ما يمكن التوصل إليه وأنها قادرة على العمل، وشدد الرئيس عون على أن الهموم تكمن في أولوية حل مشاكل الناس الحالية، وأن على الحكومة مسؤوليات كبيرة للعمل بهدف التطور والخروج من الأزمة الحالية التي وضعتنا في المهوار كما قال الرئيس عون. وأهم المشاكل الأساسية التي ستبدأ الحكومة في معالجتها هي هموم الناس لناحية البنزين والمازوت والخبز وكل ما أورثتنا إياها المصائب التي ضربت لبنان، يشدد رئيس الجمهورية. كما أكد أن علينا أن لا ننسى أن نتائج الحكم السيء على مدى 30 سنة كانت متراكمة وأضيفت إليها المصائب الكبرى التي حلت بالبلد، إضافة إلى الإضرابات ووباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت. ينفي الرئيس عون حصوله على الثلث المعطل كما يسوق البعض، ويضيف أننا لا نفكر في هذا الأمر، ويجزم: لقد كانت حربا سياسية علينا وأخذنا ما يجب أخذه، أما المهم فيكمن في التوافق في العمل الذي سيكون السبب الأول للنجاح. يوضح الرئيس عون أن الأمور الدستورية ساهمت في تأخير التشكيل بعض الشيء، ويشدد في المقابل على أننا حافظنا على الدستور وعلى التقليد المتبع في التأليف إلى أن وصلنا إلى التشكيل. ميقات قال إن ثقة تكتل لبنان القوي حتمية، وعن هذا الأمر يوضح الرئيس عون أن الثقة تمنح لبرنامج الحكومة. عانى لبنان من الحصار، يجزم الرئيس عون مؤكدا أن هذا الحصار كان بمثابة حرب، حيث فرض حصار مالي بسبب حزب الله، بالإضافة إلى ما تسببت به الحرب السورية من مشاكل على لبنان أبعدته عن محيطه وعن المنطقة الحيوية بالنسبة إليه في اتجاه الدول العربية. وهنا يكرر الرئيس عون في العلاقة مع سوريا أن سير الأحداث الطبيعية يحتم عودة هذه العلاقات، وأن لا أحد يسير إلى الخلف بل إلى الأمام، مضيفا أن السلم أمامنا وليس خلفنا. أما عن مسألة لبنان واستعماله عبارة جهنم، فأوضح الرئيس عون أنه أسيء تفسير ما كان قاله في الماضي إما عن جهل أو عن قصد، لأن الكلمة أتت في حينه ردا على سؤال أين سنصل؟ وقد عشنا الوضع بالفعل، يؤكد الرئيس عون مشددا في المقابل على أننا سنخرج من هذه اللوة الكبيرة ونحل المشاكل. رئيس الجمهورية جدد ما كان وعد به لجهة إحداث فرق في السنة الأخيرة من ولايته، مضيفا: سرنا في المهوار وسنخرج منه. أما عن انخفاض سعر صرف الدولار، فرأى الرئيس عون أن النقد نفذ لدى الصيارفة وعليهم استقدام النقد اللبناني ليكملوا. الثالثة كانت ثابتة حكوميا بعد تكليفي مصطفى أديب وسعد الحريري. تقرير غريس مخايل. انتخب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية في 31 تشرين الأول عام 2016، وحكومة نجيب ميقاتي هي الحكومة الرابعة في عهده، وقد تم تشكيل أول حكومة برئاسة سعد الحريري، واستغرق تشكيلها 46 يوما، واستمرت من 18 كانون الأول 2016 لغاية 31 كانون الثاني 2019، بعدما استقالت بعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018. فكان من أبرز ما حققته إقرار أول موازنة منذ سنوات، إقرار المراسيم النفطية التي كانت مؤجلة، إقرار قانون الانتخاب الذي حسن التمثيل لأنه قائم على أساس النسبية والصوت التفضيلي لأول مرة بتاريخ لبنان، اقتراع اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض وذلك أيضا لأول مرة بتاريخ لبنان، وكذلك حررت الجرود ودحر الإرهاب بمعركة فجر الجرود. الحكومة الثانية برئاسة سعد الحريري استغرق تشكيلها 253 يوما نتيجة الخلاف في البداية على تمثيل المسيحي فيها، بعدما طالبت القوات بحصة اعتبرت أنها لا تتناسب مع حجم تمثيلها نسبة إلى ما حصدته في الانتخابات. ولاحقا نشأ خلاف حول تمثيل السنة في اللقاء التشاوري، واستقالت بعد أحداث 17 تشرين عام 2019 التي تبين بعد أيام معدودة من اندلاعها أن بعض الأحزاب قد ركبت موجتها واستغلتها وحرفتها عن مسارها، فكان الانهيار الاقتصادي والمالي. الحكومة الثالثة برئاسة حسان دياب استغرق تشكيلها 34 يوما، وتشكلت في 21 كانون الثاني 2020 واستمرت حتى 10 آب 2020. استقالت إثر انفجار مرفأ بيروت، حيث كان أبرز ما أقرته التدقيق الجنائي في 26/3/2020
وكذلك كان لافتا قرارها بالتخلف عن دفع مستحقات لبنان باليورو بونز، حيث حصل جدل كبير حول هذه المسألة. الحكومة الرابعة هي الحكومة التي صدرت مراسيم تشكيلها اليوم برئاسة نجيب ميقاتي، وتشكلت بعد 48 يوما، وتخلل الأمر تكليف الحريري واعتذاره ومصطفى أديب واعتذاره، وجدل كبير جدا حول مدى تصريف الأعمال. غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر كاتبا: سنة تأخير للأسف كانت وفرت على اللبنانيين كتير من الألم، منتأمل نكون تعلمنا احترام الدستور وإنه ما بيجوز الرهان على كسر حدا، منتمنى من الحكومة الجديدة ما تتأخر بالإصلاح، تأخرنا كفاية لظهرت الحقيقة اليوم. بدوره علق الرئيس سعد الحريري على تشكيل الحكومة الجديدة، وغرد عبر حسابه على تويتر كاتبا: أخيرا وبعد 12 شهرا من الفراغ بات لبلدنا حكومة، كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات. وفي سياق متصل، رحب رئيس جمعية المصارف سليم صفاير بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، آملا بأن تبدأ أولى الخطوات في رحلة إنقاذ الوطن من أزمته الحالية المستمرة منذ عامين، وقال: لطالما طالبنا بالإسراع بتشكيل حكومة لكي تواكب الجهود المبذولة من أجل وضع خارطة طريق واقعية ومنطقية وقابلة للتنفيذ للخروج من الأزمات التي نعاني منها نتيجة غياب القرارات السليمة وعدم إجراء الإصلاحات المطلوبة من الشعب اللبناني ومن المجتمع الدولي. وأكد أن القطاع المصرفي سيكون الداعم الأول للحكومة وعملية إعادة إحياء الاقتصاد إذا ما استطاعت أن تؤمن الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد، وأقرت الإصلاحات التي طال انتظارها للإفراج عن مساعدات المجتمع الدولي وبدء مسيرة إعادة بناء الوطن. توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة تبعه انخفاض كبير في سعر صرف الدولار، فهل هو انخفاض دائم؟ بالتزامن مع توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، بدأ سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ بالتراجع في السوق الموازية ليلامس 15700 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد ظهر اليوم، ولكن سرعان ما عاود ارتفاعه بشكل طفيف بعد ساعات من التأليف. للمرة الألف هذا الدولار اللي موجود بالسوق السوداء هو دولار ليس فقط نتاج الوضع الواقع الاقتصادي، بل هو أيضا نتاج الواقع السياسي، الاحتكار، التهريب، المضاربة، عدة عوامل. وبالتالي تعرف حضرتك أنه بس تشتغل بسوق يعني بيكون مبني على العرض والطلب، أول شغلة منفكر فيها هي المعطيات. يعني اللاعب الاقتصادي بياخد بعين الاعتبار المعطيات، أنه هلأ بصير يفكر الواحد أنه والله هلأ بدها تتركب الحكومة إن شاء الله يا رب اليوم، هذه الحكومة تلقائيا بدها تبلش تتفاوض مع صندوق النقد، رح يفوت لعندي دولارات على البلد، بدها تبلش بإصلاحات لأنه مضطرة، بصير يعمل حسابات، وتلقائيا بصير هالمخاوف اللي موجودة من الواقع السياسي بتبلش تختفي. فكيف إذا كانت هذه الحكومة قادرة على أنه تضبط الاحتكار، تضبط التهريب، تتفاوض مع صندوق النقد وتتفوت دولارات على لبنان؟ يعني أنا بعتقد أنه أكيد الاستنتاج الطبيعي هو أنه الدولار ينزل. هذا وتزامن انخفاض سعر صرف الدولار مع تهافت المواطنين إلى محال الصيرفة وانخفاض الطلب على الدولار، فهل ستفرج هذه الحكومة المواطنين من ناحية القدرة الشرائية وفقدان الأموال نتيجة سحب الدولار على سعر 3900؟ على الرغم من الخسائر اللي تكبدها المواطن واللي هي تمثلت بالدرجة الأولى بفقدان قدرته الشرائية وبفقدان خليني أقول أموال نتيجة تحويله من الدولار للليرة على سعر 3900، أنا أعتقد بكل صدق أنه لحد هلأ الأمور بعد فينا نقدر ناخدها بإيدنا، يعني فينا نرجع نسيطر على الأمور من خلال الحكومة. في كمان رسالة صغيرة لهالحكومة: بدكم تضربوا الاحتكار، إذا ما ضربتوا الاحتكار يعني مثل ما بقولوا تلتين المشاكل رح يضلوا علقانين، مثل ما بقولوا تصير الحكومة جارة وراها تلتين هالمشاكل، بدهم يضربوا الاحتكار لأنه
وجود الحكومي، علة وجود الحكومي هو إدارة الشأن العام وإدارة شؤون المواطنين. بين الانخفاض اللافت لسعر صرف الدولار ومعاودة الارتفاع بشكل طفيف، ليبقى السؤال الأهم: هل ما شهدناه اليوم ليس سوى انخفاض وهمي؟ هل ستحمل الحكومة الجديدة خطة شاملة لوضع حد للتطبيقات العشوائية والمتفلتة وتعدد سعر الصرف؟ الأمل كبير وتبقى العبرة بالتنفيذ. الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين تحدث عن دور رئيس الجمهورية في المرحلة الماضية وعن ضرورة إيجاد حلول للثغرات في الدستور. رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشيل عون حاول بما تيسر له من صلاحيات من دون أن يتجاوز الدستور أن يقوم على قدر الإمكان بما يخدم البلد، وحاول مؤخرا يعني سد الفراغ الناشئ عن اعتكاف حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها، وقام بكل ذلك ضمن إطار الدستور. إنما ذلك لا يكفي، لابد من مرجعية دستورية واضحة الصلاحيات قادرة على فض الاشتباك عندما يقع بين السلطات، قادرة على رفع البطاقة الحمراء عند تخاذل سلطة عن القيام بواجباتها، ولابد من إقرار مهل واضحة تمنع بقاء الأسباب مفتوحة، ولابد من وضع مخارج. قال رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمو غجر، الذي وضعه في أجواء المحادثات التي أجراها في عمان حول موضوع استجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان. وعلى خط آخر، عرض رئيس الجمهورية مع وفد من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب رودولف عبود لأوضاع المعلمين في القطاع التربوي الخاص وأهم المشاكل التي يعاني منها هؤلاء في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان. اتفقنا على ما يلي: أول شيء إجراء مسح لكل دولة عن منشآتها للتأكد من سلامتها وقدرتها على استيعاب الغاز وجهوزيتها للتشغيل، وإعداد تقرير لكل فريق، وذلك خلال فترة 3 أسابيع. 2، بدء المحادثات مع البنك الدولي وجمهورية مصر العربية لتيويم العقود والاتفاقيات وتحديد الكميات والأسعار والمدة الزمنية لكل اتفاقية. الطلب من البنك الدولي المساعدة بإيجاد الحلول لمسألة التمويل من خلال partial risk guarantee، يعني ضمانة الدفع، وبريدج فاينانسينج، يعني ممكن يكونوا بدهم يدفعوا لفترة قصيرة. الطلب من البنك الدولي كمان مساعدة للحصول على الاستثناءات الضرورية من الإدارة الأمريكية لتسهيل السير بهذا المشروع. حقيقة بنخرج مطمئنين للمشاكل يلي حطيناها بين إيدين فخامته، رح تلاقي الاهتمام الكافي وتلاقي كمان الحلول الناجحة. إن الله راد تتسهل تشكيل الحكومة ويصير في كمان الإصلاحات الموعودة والتعاون بين كل مكونات العائلة التربوية. الموضوع للمتابعة وبين أيدي فخامته والمراجع المعنية، وشكرا. كل جهودنا عم تنصب لحتى نقدر كمان نرجع على العودة الحضورية، هيدي رغبتنا وهيدي إرادتنا، وكمان نعرف إنه هيدي بتوفر على الأهل كمان مشاكل يلي عانوها من خلال السنتين الماضيين. في يعني معوقات صغيرة بدها بس إرادة من المعلمين، بس بدها تتلاقى كمان إرادة من المؤسسات التربوية والمسؤولين المعنيين، لأنه بالظروف اللي عم يعيشوا المعلمين هلأ العودة للتعليم الحضوري يعني بيشبه الأشغال الشائعة. على خط المحروقات، المازوت غير المدعوم أصبح متوفرا للأسواق، فهل اقترب رفع الدعم أيضا عن البنزين؟ التفاصيل في تقرير للزميل جورج عبود. المديرية العامة للنفط أعلنت عن توفر مادة المازوت غير المدعوم للمهتمين، وحددت سعر الديزل أويل المازوت غير المدعوم ب 540 دولار أمريكي للطن، بما يعادل 10.4 دولارات للصفيحة الوحدة، أي 20 لتر. فهل دخلنا تطبيق مرحلة رفع الدعم؟ وهل الموضوع رح يحل مشكلة الشح والسوق السوداء؟ مبدئيا مازوت رفع الدعم عنه أصلا من 10
ايام اسبوعين يعني، كان مخصص بالاول للصناعيين والمؤسسات التجاريه، وابتداء من أربعة الماضي اصبح متوفر لمين ما كان. ايه تحددت 45 دولار بارضه يعني، وبعدين في نقل وتوزيعه. هيدا بيساعد بشغلتين، هلا اول شيء للاسف بغلي سعر تنكه المازوت شيء طبيعي، وهيدا ما رح نفوت بارتدادات سلبية على حياة المواطن، بس بنفس الوقت بيوفر نزيف بالدولارات بمصرف لبنان. وتاني شغلة بيسمح للشركات المستوردة تستورد الكميات اللي هو السوق بحاجة لها، تقتل السوق السوداء. نحن بدنا نبلش ننشط تباعا للمستقبل انه كل يوم يتوفر مازوت اكثر للمواطنين. هل خوف الناس مبرر من خلال استمرار التهافت على المحطات؟ إيه، لأنه عم نشهد نحن عدد المحطات المكفلة عم يزداد، والمخزون الموجود يعني عندك هلأ مثلا بتاخد اليوم بالشركات عندك مخزون بحدود 55 مليون لتر بنزين و 25 مليون لتر مازوت تقريبا، مع التسعة يعني بيعملوا 34-35 مليون لتر بين مدعوم مش مدعوم، لأنه بعدنا شوي خليط المازوت. هلأ هيدا مخزون البنزين بيهدينا يعني منتصف الأسبوع المقبل، من بعدها بدنا نصير نحن بقطعة بنزين، ما بقى في بنزين لأنه بالمحطات رح يخلص والبالشركات رح يخلص. هل رفع الدعم عن البنزين أصبح قريب؟ في بواخر مزبوط، في بواخر موجودة، في بواخر جاية، بس هيدي بدها موافقة من مصرف لبنان لتفرغ، ليعرفوا الشركات على أي سعر بدها تنباع، ولنعرف نحن بأي سعر بدنا نتعاطى فيها بالسوق. بتصور أنا واللي سمعناه من الرئيس مئاتي اليوم بقصر بعضها من بعد ما أعلن تقليل تشكيل الحكومة، بتصور خلاص قرار رفع الدعم أصبح نهائي، لأنه وقت سألوا عن الدعم وقالوا أنه نحن منا مبسوطين برفع الدعم، نحن ضد رفع الدعم، بس هذا واقع مجبورين فيه والدولة ما بقى مع دولارات. معني تأكد أنه خلاص نحن بالأيام اللي جاية ذاهبين إلى رفع الدعم نهائيا عن مادة البنزين. البراكس شدد على ضرورة أنه يكون رفع الدعم بطريقة سلسة، وأهمية أنه تترافق الخطوة مع تسريع دفع البطاقة التمويلية للتخفيف عن كاهل المواطن. وفي ظل فقدان مادة المازوت وانقطاع الكهرباء، الطاقة البديلة حل للإغاثة، ولكن كالعادة دخلت دوامة الاستغلال والسوق السوداء. والتفاصيل في تقرير جينيفر مزرعان. بوقت حرم المواطن اللبناني من كهربة الدولة، وبوقت كهربة الموتور بتجي بالقطارة وبتكلفة خيالية، زاد الطلب على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، بحيث أنه 90% من الطلبات هي للمنازل ونسبة الباقية هي للمؤسسات والبلديات. زيادة الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية وعدتها أدى إلى فقدان من الأسواق وبيع بالسوق السوداء. زاد الطلب كتير يعني، بدك تقولي بنسبة 100-200-300%، ما حدا في يعرف بهالسرعة قد ايه زاد الطلب، ولكن الطلب زاد كتير. ليه؟ لأنه صار في مش بس صعوبة لتأمين الطاقة الحقيقية، يعني مش الطاقة البديلة، الطاقة النفطية، بل أنه غلي ثمنها كتير. يعني اليوم عم ينباع طن المازوت 570 دولار إضافة لكلفة النقل، يعني هيدا الطن المازوت غير المدعوم، يعني اللي واصل بدون دعم واللي هو الرائج هلأ ما بقى فيه، المدعوم بطل متوفر. البطاريات هودي في صعوبة يلاقون، عم بتكلف البطارية بحدود 750 دولار. أنظمة الطاقة الشمسية الخمسة أمبير ممكن تكلف بين 1800-2000 دولار، العشرة أمبير بحدود 3800 دولار، والخمسة وعشرين أمبير بتكلف بحدود 6000 دولار. بالرغم من ارتفاع أسعار الأنظمة، إلا أن الأدوات ما بتتطلب صيانة دورية، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية تطورت بشكل ملحوظ. بعض البطاريات ممكن تعيش من 10-12 سنة، وبالنسبة للبانل أو اللوح اللي بيمتص أشعة الشمس كان يولد سابقاً 150 واط، لكن اليوم صار في يولد من 550 واط ل 600 واط. وقت ما صار واحد عم بيدفع حق المازوت على السوق السوداء على الفريش، يعني بيقول لك لا لشو بدي ادفع للموتور، صار في ركب طاقة شمسية، وهيدا الشيء اللي صار خلق ديماند بالسوق كتير كبير وما في بضاعة. يعني قبل كنت تبيعي مشروع بالجمعة مشروعين بالشهر، هلأ صرت عم بتبيعي مشروعين بالنهار قد ما صار في طلب عالي كتير، والناس كل اللي عندها بضاعة
باعت بضاعتها باسعار خياليه لانه الزبون شو ما كان السعر بده يعني بطل عنده حل ثاني. هي اكثر من سوق سوداء، صار اللي عنده بضاعه عم بحط عليها سعر عالي كثير لانه عارفين انه ما كثير في بضاعه بالسوق، فبده يستفيد من اكثر زبون مستعد يدفع. بعد ما صارت فاتورة كهربة الموتور تندفع على أساس سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، صارت الطاقة الشمسية استثمار رابح لكل شخص بيلجأ للطاقة البديلة الصديقة للبيئة، وبيوفر مبالغ مهمة كتير وبأمن كهرباء على حسابه بلا ما يكون لا تحت رحمة الدولة ولا تحت رحمة أصحاب المولدات. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. من الاو تي في نتابع النشرة. وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المرسوم الرقم 8340 تاريخ 10 ايلول 2021 الذي قضى بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية ادارة الجمارك للعام 2021 بقيمة 2,500,000,000 ليرة لبنانية، وذلك لتغطية تعيين خفراء متمرنين في الجمارك بدلا من المتخلفين عن الالتحاق بالدورة الاولى، اضافة الى تعيين الدفعة الثانية من الخفراء المتمرنين. لمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة فجر الجرود، تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون عددا من المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع، ترافقه السيدة ماجدة الرومي التي غرست شجرة أرز تخليدا لذكرى الشهداء في مقر قيادة فوج الحدود البرية الثاني في رأس بعلبك، حيث وضع العماد عون أيضا إكليلا على نصب الشهداء. وأثنت السيدة الرومي على دور الجيش خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وافتتح العماد عون عددا من الطرق التي تشكل صلة وصل بين المراكز العسكرية الحدودية في جرود رأس بعلبك والقاع والتي يستفيد منها أيضا مزارعو المنطقة، كما وضع حجر الأساس لمركز الشرطة العسكرية في بلدة رأس بعلبك في حضور عدد من فعاليات البلدة والقرى المجاورة. ودشن أيضا نصب فجر التحرير، كما وضع حجر الأساس لمركز تابع لمديرية المخابرات في بلدة القاع بحضور فعاليات المنطقة. وألقى العماد عون كلمة نوه فيها بالتضحيات التي يقدمها العسكريون لا سيما في ضوء تشعب المهام التي يقومون بها بالتزامن مع ضائقة اقتصادية ومعيشية خانقة، داعيا إياهم إلى الثبات. كرمال هالعالم اللي بتحبكم خلي ما يكون كبير بهالبلد، خلي ما يكون كبير بهالبلد. بعرف الصعوبات اللي عم تعانوها وعم نتابع وعم نبرق بنشوف بنجرب نجيب مساعدات، ولكن بدنا نفقد صبر. اللي كنت دائما بقول لكم اياه وبرجع بشدد عليه، خلوا ايمانكم كبير بهالبلد، خلوا ايمانكم كبير بربكم وبهالبدله، لانه ما عندنا غير قايمه وبتمرق. الجيوش تبذل هيك ظروف، مرقنا بظروف اصعب مرحله وبتمرق، ما حدا رح يمرق لنا. انتم أهم شغل الواحد ما يفوت إيمان لا بربه ولا بأرضه. إمكانيات القليلة عم تعملوا إنجازات كتير كبيرة، وأنا بقول لكم ما في جيش وصلنا لمرحلة وصلنا لها بضل واقف على شارعنا. إلا أنت لو بس فينا نعبر نصالحهم فردا فردا ونقول قديش أنتوا غاليين، أنتوا أملنا وكل الرجا بوطن يبقى إلنا. إذا كان تراب لبنان المقدس هيدا اللي بتمشوا عليه بيحلفوا باسمكم، شو لازم نعمل نحنا؟ لازم تعرفوا انه نحنا معكم للموت، انه نحنا معكم بالخندق الواحد. انتو تعبانين نحنا تعبانين، بس مأمنين بقضية ومنكفي. لو عشنا منعيش احرار، لا منخون ولا منغدر ولا منطعن بلدنا بالدهر، واذا متنا منموت راسنا مرفوع وبنبقى فيكن للأبد بالشرف والكرامة. أنا بعتبر حالي عسكري عندك مثل كل العسكر، وبعهدك على الوفا، وبعهدك على إنه شعب لبنان بروح روحي قضية بس الموت بيفصلني عنها. بشكرك على ثقتك. فاصل إعلاني قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد، والآن إلى فقرة السوشيال ميديا والزميلة جينيفر مزرعاني. مساء الخير. أطلقت شركة فيسبوك أول نظارات ذكية تمت صناعتها بالشراكة مع ريبان، تسمح لأي شخص بيلبسها بالاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو القصيرة ومشاركتها عبر تطبيق فيسبوك، ورح يبلش سعرها من $299.
منتابع أخبارنا بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأطباء ومرضين عم بيغنوا لامرأة حامل لرفع معنوياتها وتهدئتها قبل ما تفوت على العملية بمحافظة الإسكندرية بمصر. ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب قرابينا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. وأخيرا تم بيع خروف بقيمة 60,000 دينار، يعني حوالي 200,000 دولار أمريكي، بمزيد علني بالكويت، ولم يعرف سبب بيع الخروف بهالمبلغ الكبير أو مين اشترى. 60,000 دينار لايف الخليج وقناة الصم. 60,000. ومع هالخبر منكون وصلنا لختام فقرة السوشيال ميديا. للمزيد تابعونا بكرة. تصبحوا على خير. وننتقل مباشرة إلى الزميلة غريس مخايل لمتابعة حلقة جديدة من برنامج رح نبقى صوت.